قبيل انطلاق جولته بالمنطقة، وزير الخارجية الأمريكي يؤكد تمسك بلاده بمحاربة داعش ومواجهة النفوذ الإيراني. المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا يتعهد بالعمل على التوصل لحل سلمي للأزمة. الحكومة الفرنسية تقول إنها تعتزم تشديد العقوبات على الاحتجاجات غير المصرح بها. تمام الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء من إكسترا نيوز، أسعد الله أوقاتكم. صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن سحب بلاده قواتها من سوريا ليس سوى تغيير تكتيكي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي على حد تعبيره. وعشية مغادرته واشنطن في جولة شرق أوسطية، جدد بومبيو تمسك واشنطن بهدفها المتمثل في وضع حد لنفوذ إيران الإقليمي بحسب ما قال. تعهد المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون بالقيام بمساعي حميدة والعمل من أجل تحقيق الحل السلمي في سوريا. وقال بيدرسون إنه يتطلع إلى التشاور على نطاق واسع مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج السوري. كان بيدرسون قد تسلم مهامه كمبعوث جديد إلى سوريا، وذلك مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي مستورا. بحثت حلقة نقاشية في العاصمة البريطانية لندن الدور الإيراني في دعم الإرهاب بالعالم. تناول النقاش الذي شارك فيه محاضرون من البرلمان الأوروبي وخبراء في العلاقات الدولية تأثير الدور الإيراني على الشرق الأوسط واتساع الفجوة في استراتيجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيال طهران. قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن فرنسا تعتزم تقديم تشريع جديد للعقوبات فيما يتعلق بالاحتجاجات غير المصرح بها، وذلك ردا على السلوك العنيف الذي انتاب حركة السترات الصفراء. وقال فيليب في تصريحات تلفزيونية إن حكومته تريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا، لكنها وفي الوقت ذاته ترغب في معاقبة منتهكي القانون. أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لمدة 3 سنوات برئاسة اللواء علي الغالي. وفقا للقرار فإن المجلس يضم في عضويته أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية. انتهى الموجز دوما، بإمكانكم متابعة المزيد من خلال الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى.